نبدأ معاكم كالعادة بموضوع حلقة جديد وكمان سؤال حلقة مختلف، بما ان احنا في موسم امتحانات طبعا، فيعني خلينا كده مع بعض ندردش ازاي ممكن نتعامل مع الاوقات دي، نفيد بعض، اقول لكم يعني نقول انا واحمد تجاربنا مع حضراتكم، وانتوا كمان تشاركونا تجاربكم في ايام الامتحانات، وتحديدا ازاي كنتوا بتتعاملوا مع ضغوط الامتحانات. ضغوط الامتحانات الاهل بيبقى عليهم ضغوطات، والتلاميذ بيبقى عليهم ضغوطات، حتى المدرسين كمان بيبقوا مضغوطين، يمكن في كل حته كده بنلاقي الجو كله مشحون في ضغوط، والناس كلها مشحونه ومركزه وكله قلقان. يا احمد صحيح، بيبقى يعني الوضع شويه صعب. بس يعني لو هسالك انت كنت بتعمل ازاي مع ضغوط الامتحانات، واسرتك كمان كانت ازاي؟ بص، هو انا مش هشير تجربتي، يعني ممكن اقول لك تجربه المحيطين بيا، لان انا تحديدا كنت حاله استثنائيه في الموضوع ده. انا كان دايما عندي مبدا كلا يصوبنا الا ما كتب الله لنا، ما دمت تنوي الخير فانت بخير، عارفه لو يعني انا داخل ومسلم النيه وعلى الله خلاص ما عنديش مشكله. يعني في الحقيقه الامر انت قلتي حاجه مهمه قوي، كانت دايما الامتحانات بلاقيها قلق، خوف، توتر، عندي نوع من انواع عدم القدره على التركيز بسبب القلق ده. لكن خليني اكون صريح معاكم، ده كان بيحصل معايا في مرحله متقدمه، يعني ما حصلش معايا غير مثلا بعد مرحله الجامعه تحديدا، خوفا من المستقبل المجهول، هشتغل ازاي، هدخل جيش، ايه اللي هيحصل، خلاص بقى انا خلصت الفتره اللي هي انا كنت بشوفها فتره مش عاوز اقول كنت واخدها بنوع من انواع الهزار شويه، لكن خلصت الفتره دي وداخل على فتره بالنسبه لي فتره ضبابيه، لان لسه المستقبل ما تشكلش ملامحه ايه اللي هيحصل بالنسبه لي. فهي دي كانت فتره الخوف والقلق الحقيقي من ازاي هشتغل، هروح الاول هدخل جيش، طب الجيش بتاعي هيبقى سنه، هيبقى اتنين، يا ترى هدخل مجند، لا هدخل ضابط، وتحديدا انا يعني في كليه او خريج جامعه، فكان المستقبل بيقول لي انا هبقى المفروض ضابط. يعني الحمد لله يعني شاء ربنا ان انا ساعتها اخد اعفى من الجيش، ولقيت الدنيا بالنسبه لي الموضوع مختلف تماما، والحاجه اللي انا كنت خايف منها يا جمانه لقيتها مش موجوده. يعني انا كنت بخاف من مستقبل مجهول، في حين ان انت فعلا ربنا هو بيكون عامل كل حاجه كويسه وهو راسم لك المستقبل، بس انت اسعي. صحيح. فعشان كده انا بالنسبه لي الامتحانات ما كنتش بخاف منها، عارفه اللي ذاكر ذاكر، انت قلقك لبعيد قوي. انا كان ما انا بقول لك بس ده لبعيد قوي. لا مش بس ده، ابتدى معايا في مرحله الجامعه تحديدا. يعني تحديدا من ثالثه جامعه، ثالثه ورابعه كانت اكتر سنين خوف وتوتر بالنسبه لي. لكن في ما قبل ده من المستقبل، ما بقولك من المستقبل، لكن في ما قبل ده ما كانش عندي خوف خالص من الامتحانات. طب وبرده اسرتك ما كانوش بيقلقوا خالص؟ ده كان الخوف عليا انا تحديدا كان اكتر بكتير، لان هم شايفين ان انا شخص يعني ممكن اكون مهمل، او انا مش حاسب الحسبه صح. طب لما كانوا بقى يعني مقارنه باخويا الكبير كان بيركز وقلق وما بينامش وعنده توتر شديد جدا وهو داخل امتحانات، وممكن يدخل مطبق، هو كان كليه صيدله، فكان ممكن كمان يغمى عليه من كتر ما هو مطبق 3 4 ايام، انت عارفه الطلبه المجتهدين. انا بالنسبه لي خالص انا بدخل انام لي 8 ساعات 9 ساعات ما عنديش مشكله، واروح اذاكر ليه؟ علشان اللي انا مذاكره علشان احصله لازم اكون نايم كويس، عارفه اللي هو انا كنت مقتنع تماما بده، ليه اطبق وليه اللي انا ما اعرفش يعني انام وادخل مش مركز. بص، هي اوحش حاجه موضوع انت تدخل مش نايم امتحان، دي وحشه جدا، لان انت حتى لو مذاكر مش هتحصل، مش هتعرف تركز، مستحيل، مفيش تحصيل اصلا، وترتيب الافكار بقى كل حاجه بتدخل في بعض، ويعني بيبقى صعب جدا. الحقيقه انا بالنسبه لي كانت لا، يعني كنت بتضغط في الامتحانات، كنت بقلق، بس كنت يعني كان في كده نظام مذاكره كنت ببقى ماشيه عليه طول السنه، فلما كان بدخل على الوقت الامتحان بقى اللي هو الاوقات بتاعت قبل الامتحان مثلا بكام يوم، كان بالنسبه لي بتبقى فتره حل اسئله. يعني خلاص ما كانش في مذاكره تاني، حتى لو في حاجه فعلا وقعت مني مستحيل يوم الامتحان افتح اذاكرها تاني، خلاص انا بروح مذاكره بقى الاسئله، اقعد احل الاسئله وخلاص، وبسيب الباقي بقى على ربنا. بس طبعا ده كان بيبقى حاجات بسيطه جدا، ده ان فرض اصلا انها كانت موجوده، بس كان لازم ابقى نايمه كويس جدا، كان لازم يبقى في فتره كده في اليوم، يعني اليوم بيمشي عادي، في معسكر في البيت وكل حاجه، بس كان في وقت راحه، كان في الوقت اللي كنا بنتعشى فيه مع بعض مثلا بالليل، او بنتغدى او ونتفرج على التلفزيون مثلا وقتها، او اي نشاط انا كنت بعمله مثلا في البيت، لو كنت بلعب لعبه بعمل اي حاجه كنت بعملها في نفس اليوم عادي جدا. بنام بدري،
لازم كمان يوم الامتحان ده لازم يعني او فتره الامتحانات لازم الاكل كمان يكون او التغذيه لازم تكون كمان مهتمين بيها جدا ومركزين عليها جدا. ما كنتش براجع مع حد ابدا يعني. مستحيل اراجع مع حد يعني مستحيل اسال حد انت مذاكر ايه او مش مذاكر ايه او انت مذاكره ايه. ما توتروش بعض خالص. انا كنت ببقى شايفه انا مذاكره ايه لان كمان احنا طريقه مذاكرتنا غير بعض فبتبقى فعلا بتوتر الواحد نسبه تحصيله مختلفه كمان بالظبط كده. قبل بقى يعني قبل الامتحان بروح بدري عشان ابقى كده هاديه وانا داخله الامتحان ومستحيل برضو اقف اراجع مع حد قبل الامتحان. دي ما كانتش بتحصل معايا ادواتي ركز انا معايا ادواتي معايا كل حاجه من قبل ما اروح يعني يبقى محضره كده كل حاجه عشان لما اخش زين يبقى صافي جدا واعرف احل. فاعتقد يعني الحاجات دي لو موجوده تاني مش هيبقى فيه ضغط. ده بالنسبه بقى ايه كان نفسي اوصل للمرحله اللي انت قلت عليها مرحله حل الاسئله ما بتوصلش خالص يعني. انا بالنسبه لي قبل الامتحان بيومين ثلاثه دي مرحله اللي هو ايه عارفه اللي هو هات كلمه من الشرق ومن الغرب وابتدي لملم اللي انت ما حصلتوش اصلا طول السنه. انا كنت شخص لعبي شويه وعشان كده كان دايما يعني والدي ربنا يديله الصحه كان دايما قلقان عليا يعني احيانا والله يا جمانه كان فتره ثانويه عامه بابا ما كانش بيجيله نوم من كتر ما كان بيفكر ما بيذاكرش. طب هو يعني وحتى لو قعدت انا شخص عملي اكتر من فكره اللي انا اقعد احفظ وادش والكلام ده كله فكان طب هيشتغل ايه طب مستقبله طب عنده اخ كبير مهندس اسمه ده اخويا الكبير دكتور صيدلي والصغير مهندس طب هو هيعمل ايه حتى في الجامعه فاهمه يعني كان بابا قلقان عليا من الحكايه دي تحديدا. وسبحان الله يعني عارفه كنت ادخل الامتحانات زي ما انت ما بتقولي بروح بدري وابص الاقي الناس كلها استحاله اللي انت مش مذاكر يعني انت مش مخلص. انا بقول لهم انا ذاكرت فصل كذا وخدت السؤال كذا ففي الكليه عندي يعني كل زمايلي كانوا بتهزر. في ناس قدرتها على التحصيل ما شاء الله بتبقى سريعه بالظبط. في ناس بي عندها ذاكره كمان بصريه فمجرد ما بتبص على الحاجه بتفتكرها بالصفحه صحيح. وبمكانها يعني دي قدرات. ده مش معناه ان احنا نعمل زي احمد خالص عشان كده انا قلت لك في البدايه بلاش ان انا اشير معاكي او ان انا اشاركك تجربتي خالص لان احمد فاز ما شاء الله. انا بقول لك كانت الناس والله يعني انت اكيد مذاكر وانت جاي تهزر. اصل انا بحسبها حسبه تانية. انا لو انا توترت حتى اللي انا مذاكره لو هي ورقه من 1000 ورقه مش هعرف احطها او اكتب اللي انا مذاكره علشان متوتر. انا كنت بشوف ايه بشوف زي ما انت ما قلتي نوم كويس تغذية كويسة جدا ممارسة رياضة حاجة مهمة جدا لأنها طبعا. بتخرج الطاقة السلبية اللي جواك وبتخرج الشحن اللي جواك وأي نوع من أنواع التوتر بتخليك يعني تفقد هذا النوع. فكرة تحديد الأولويات كمان لازم إن أنا أكون محدد أولوياتي وعارف التارجت أو الجول بتاعي إيه اللي أنا عاوز أوصل له. أنا بذاكر ده علشان خاطر أنا شايف نفسي اللي أنا لازم أتخرج أشتغل معيد في الجامعة فأكيد نسبة تحصيلي ومذاكرتي هتكون مختلفة تماما عن شخص تاني. لا أنا هخرج علشان أشتغل الشغلانة الفلانية وفقا للمؤهلات اللي أنا بتأهلهاني الجامعة دي تحديدا. في نفس الوقت ما كنتش بحب اللي أنا أوتر نفسي يا جمانة بفكرة اللي أنا لو أنا عندي يومين أنت عارفة أحيانا بيبقى عندنا لو هتكلم على الجامعة تحديدا يومين أو ثلاثة والمادة اللي بعدها خلاص انا داخل اذاكر الماده دي حتى لو الماده اللي بعدها انا ما ذاكرتهاش خالص والماده دي انا مذاكرها لا انا هركز في دي دلوقتي علشان اخلص ده. فده كانت يعني النظره بتاعتي للدراسه بشكل عام اثناء الجامعه تحديدا. يعني هي بص هي فعلا بتختلف التحصيل بيختلف من حد لحد صحيح. حتى طريقه المذاكره بتختلف من حد لحد يعني ممكن حد الاسئله يعني تبقى معاه كويسة جدا ويقدر يحصل بيها صح. كتير جدا. في ناس لازم هي ما تعرفش تذاكر مثلا من الكتاب لازم هي تكتب بإيديها. في ناس بتذاكر وهي ماسكة الكتاب عادي جدا تقرأ. في ناس لازم تكتب وهي بتحفظ. يعني طريقة تحصيلنا مختلفة جدا عن بعض. في ناس تحب تذاكر بره البيت بس ما تعرفش تركز وهي قاعدة في البيت والعكس تماما. المهم إن احنا نبقى مدركين احنا بنحصل أحسن إزاي والمهم إن احنا كأولياء أمور نبقى مدركين إنه طريقة تحصيلهم هم مش بيضحكوا علينا. يعني لو حد ماسك الكتاب وبيقرا لو حد مثلا ابنه او بنته بيبقوا ماسكين الكتاب وبيقرا مش لازم يكونوا بيهزروا ممكن يكونوا فعلا دي طريقة تحصيلهم. لو حد بيحب يقعد في مكان في النادي مثلا يذاكر مش لازم يكون بيهزر برضه ممكن تكون دي طريقة تحصيلهم. ده بالنسبة للطلبة والطالبات. بالنسبة بقى للأسر انتوا عليكم يا جماعة عامل كبير جدا طبعا ربنا يكون في عونكم وعارفة ان احنا كلنا كل اب وام بيبقى عايز ولاده يبقوا احسن حاجه في الدنيا فيمكن بيكون القلق والخوف عليهم بجد بيبقى اكتر من الشخص نفسه صحيح. او الطالب او الطالبه اللي داخلين يمتحنوا. بس ده مش معناه ان احنا نوترهم مش معناه ان احنا نخوفهم مش معناه ان احنا نقارنهم او نحط قدامهم حد
ابن خالتك، بنت خالتك، جارنا، جارتنا، خالص خالص. الله أعلم المستقبل فيه إيه، بس يعني نهدي الأجواء كده حواليهم زي ما كنا بنتكلم على فكرة التغذية السليمة، نحاول ندعمهم، نحاول نطمنهم وهم رايحين لامتحان الصبح كده ابتسامة لذيذة، مش لازم نوتر، وخد بالك من الأسئلة، وبص على ورقة الأسئلة، ورقة بالراحة. على أي حال زي ما كنا بنقول لحضراتكم، ده سؤال حلقتنا النهاردة، بتتعاملوا إزاي مع ضغوطات الامتحانات؟ ده سؤال حلقتنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجابات حضراتكم وهنستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة لحضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.